الله أكبر. الله أكبر. نسأل الله تعالى أن يتقبله من المسلمين. الآن نقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله وأن عيسى عبد الله ورسوله إن شاء الله. بارك الله فيك. شوف أنا أقول لكم شيء غريب. قول لنفسك فيه. حوالي 7 شهور كانت تجيني رؤى غريبة كثيرة. قول. الرؤى كانت تجيني أنا مسيح ورزقتي سابقا. تمام. الرؤى كانت تجيني والله شو سالفة تتكلموا. بس خليه يتكلم. قول من أكثر عن 7 شهور أو 8 شهور كنت نبقى نايم والشيء الغريب اللي كان يجيني أنا بالمنام كثير من المرات شوف رؤى غريبة كإنسان يلبس دشداشة يكسيرها شوي له لحية مش بيضة أكثر عن الأبيض وله يعني ريحة حلوة أكثر عن المسك والبرتقال وكان دائما كان يقول لا تخاف أنا معك لا تخاف وقال يحط لي على صدري ويأخذ بعضه ويمشي لغاية من أكثر عن 7 شهور أنا فكر رحت بسرعة يمكن قلت يمكن جاني مرض نفسي أو يكون جاني جنان يعني ورحت مستشفى الفورية ما طلع عندي أي شيء وقعدت مع ناس كثيرة تعاملت مع الإسلام وتعاملت مع غير الإسلام لقيت الإسلام في الحب والسلام ما لقيتك مكان ثاني الحمد لله الحمد لله فيك ويحفظك يا رب اللهم صل على الايمان والاسلام يا رب يا حد يفكر عشان في بعض من الناس الغير الاسلام خدوا خبر قالوا يكون حد يعني نقاش المسلمين اجبروني اعطوني فلوس اعطوني فيلا اعطوني بيت اعطوني اي شيء طيب فانا مقتنع بالاسلام بدون اي مقابل في واحد شفت انا باحث كويتي اسمه فهد قريب كلمت قال لي اي شيء تبيه انت امرك اخوك كلنا اخوه يا رب فانا ارتدى عليك انا اقول ان افضل بس انا اقول لكم انا حصل فانا ليش قلت له عم فهد انا احب الاسلام بدون مقابل احنا اخوات وكل شيء بس بدون مقابل انا ما طلبت منك شيء ربنا اختارك ربنا ان شاء الله بس ربنا يسعدك ربنا يسعدك يعني تعلمونا يعني عشان ان شاء الله كلنا بخير كلنا بخير بس كلنا بخير